السلام عليكم جميع من يتابعني متابعيني ومتابعاتي، صباح الخير أو مساء الخير كل بوقته. جمعتكم طيبة، طبعا آخر جمعة من الفطر، وبعد كم يوم بيكون عندنا رمضان. الله ما يتقبل منا إن شاء الله صلاتنا وصيامنا. اليوم وصلتني أسئلة، دعت لقيت هاي مع قهوتي، قلت خلني أجاوبكم لأني حطيت قهوتي وشوكلت شوية علشان أصحصح، لأن عندي شوية شغل. فبعد ما خلصت صلاتي وقرآني وكذا حطيت قهوتي وقعدت عشان أستخدم العناية اليومية مالتي وكريماتي. فكان جايتني أسئلة، بحط لكم بعض منها. أنه هل أنت تأيدين استخدام الخيوط للبشرة، العمليات؟ طبعا كل شيء له وقته. أنا جاوبتم على الخاص، إذا كانت تهتم ببشرتها من كانت صغيرة أكيد هاي بتطول عمر بشرتها، يعني يمكن فوق 60 لين تحتاج عمليات، يمكن توصل 70 ما تحتاج عمليات، مجرد الشد اللي هو باستخدام الأجهزة هذه بيكون كافي يعني لها. إنما فوق هالشكل يعني اللي ما تهتم في بشرتها من وهي صغيرة أكيد في سن 50 وكذا راح تحتاج خيوط وعمليات وهذه الشيء. أوكي أريد، حاليا إحنا ما عندنا عيادات، فإيش نسوي؟ وقبل يوم كانت العيادات استخدمنا فيلر وبوتكس وهذه الأمور، لكن الحين احنا حابين ان احنا نحافظ على بشرتنا، شو نسوي فيها؟ نستخدم الكريمات. ابدا ابدا ما نستغني عن هاي الكريمات والسيرام. وطبعا استخدم بريدير اللي هو موجود على بوتيكي في ميركاتي، قلت لكم اللي هو تحت العيون، هذه بعد ما استغني عنه لانه وايد وايد يشد العيون، خصوصا اذا بروح مكان وحابة ان الميك اب يكون ثابت وتحت عيوني ما يبين تكسيرات اللي هي التجاعيد، فاحط هذه على طول يشيلها. طبعا استخدم حاليا اللي هي الفونديشن من سوسكين، وفي عندي كذا نوع من إيفيلين بعد استخدمهم. طبعا هذه اللي بيض هو فونديشن وهو مبيض وواقي من الشمس، فحاليا استخدم اللي هو الفونديشن، كلها فونديشن طبي. اوكي استخدم كريماتي بحسب ان انا شلون حاسه بشرتي محتاجه، يعني مثلا هذه من إيفيلين، إذا كنت حاسة بشرتي جافة وتحتاج إن هي تترطب أكثر راح أستخدمها بالليل، هاي ممكن للوجه لليد كامل الجسم. نفس الشيء أنا أحب أحط اللي هما ماي الروز اللي حق البشرة، ماي الورد، لأن هذه يرطب البشرة ويشدها. في عندي من سوسكين وفي عندي من إيفيلين من التونيك اللي هو بماي الورد، وايد حلو. هاي طبعا اجهز فيه بشرتي قبل اي استخدام اذا كان ميك اب او كريمات. وفي عندي كريمات الكافيار راح استخدمها، طبعا واحد صباحي واحد مسائي، العناية الليلية قبل النوم والعناية الصباحية. انا مستحيل اتخيل نفسي انام ما حطيت كريماتي أتعب نفسياً حتى لو أنا متأخرة، وهاي شيء مو علشان إن أنا الحين بلوغر أو أسوي إعلانات أو كذا، لا لا لا، هاي شيء عادي أنا تعودت عليها من يعني من وأنا صغيرة، تعودت على هاي الأشياء، كريماتي وأشيائي دايماً معايفة. في ناس متعودة هالشكل وفي ناس لازم تتعود. ترى حتى الشباب يلزمكم، ليش مو ما عندكم بشرة يعني؟ في والله، بس أكيد مش كثرنا إحنا، يمكن شيء بسيط للشباب بس بعد يستخدمون هاي الأشياء ويحتاجونها. المهم عندي اللي هو الحين أنا ما أستغني عنه اللي هو سوسكين، اللي هما الأمبولات، هاي الأمبولات هني، شوفوا 20 أمبولة في 20 يوم راح أستخدمها، كل يوم أمبولة. هاي الأمبولات طبعاً
أنا يعني زودت استخدامي لها حاليا بعد ما وقفت العيادات وكل شيء، فأنا عبد أحافظ على كل الشغل اللي اشتغلته في وجهي إنه ما يخترب، فهذه هو اللي حفز لي الكولاجين والفيلر اللي في بشرتي إنه هو يرجع يتحرك. فهي 20 وجبت 20 ثانية بعد شنو بخليهم عندي على أساس إن أنا أستخدمهم. طبعاً سوسكين غني عن التعريف، أو أنتوا لو تحطون اسمه وشوفوا البلوجرات اللي في العالم اللي يتكلمون عنه وش قد هو مفيد للبشرة. ترفعون الشاشة، بتضيفون موقع صيدلية كير أند كيور، وبتدخلون على المنتجات الثلاثة هاي اللي أنا كلمتكم عنها. بتلقون في خصم إذا حطيتوا أليازي بالإنجليزي، بحط لكم الكود، بتاخذون 20%. طبعا لا تنسون في كل الأحوال أن تطلبون الأيلاشز الماسكارا اللي هي أصلا بالأرغان مغذية للرموش، بتشكروني عليها. صدقوني هذه جدا رائعة. وشامبو الشعر بالأرغان من إيفيلين لا تنسونه، لأن أنا وايد وايد حبيته هو وجميع منتجاته اللي تخص الشعر. طبعا اذا ما تبون تشترون من الموقع اللي بحطه لكم، تقدرون تروحون الصيدليه، بس ما راح تحصلون على الخصم ال20%. الخصم ال20% فقط على الموقع وبكود اليازي. ترفعون الشاشه، بتضيفون موقع صيدليه كير اند كيور، وبتدخلون على المنتجات الثلاثه هاي اللي انا كلمتكم عنها. بتلقون في خصم إذا حطيتوا أليازي بالإنجليزي، بحط لكم الكود، بتاخذون 20%. طبعا لا تنسون في كل الأحوال أن تطلبون الأيلاشز الماسكارا اللي هي أصلا بالأرغان مغذية للرموش، بتشكروني عليها. صدقوني هذه جدا رائعة. وشامبو الشعر بالأرغان من إيفيلين لا تنسونه، لأن أنا وايد وايد حبيته هو وجميع منتجاته اللي تخص الشعر. طبعا اذا ما تبون تشترون من الموقع اللي بحطه لكم، تقدرون تروحون الصيدليه، بس ما راح تحصلون على الخصم ال20%. الخصم ال20% فقط على الموقع وبكود اليازي.